الجزائر، سابقا شبيبة القبائل، المنتخب الوطني الأولمبي، اتحاد العاصمة. مرحبا بك، مرحبا بنا عندك هنا في تيبازا. شكرا على قبول عبد اللطيف دعوة قناة الهداف باش نديروا معك هذا الحوار. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في تيبازا، ان شاء الله نكونوا خفاف ما نكونوش ثقال عليكم، ومرحبا بكم هنا في المركب السياحي السات اللي نشكر القائمين عليه على التسهيلات تاعنا. اولا عبد اللطيف، في بدايه هذا الحوار وقبل ما نحكيوا على كره القدم، عباك بلي وصارت مولوديه الجزائر راهي في حداد بعد وفاه مناصر المولوديه ياسين صغيري رحمه الله عليها. نعطيو لك يعني الفرصه باش ترحم على هذا المناصر الوفي للمولوديه. نظن ماشي غير اسره المولوديه اللي في حداد، الشعب الجزائري كامل والجماهير اللي تبع كرة القدم خاصة قاعهم في حداد نتأسفوا على خونا الله يرحمه، وإن شاء الله تكون آخر مرة لي صرا هاد الإنديا تجاوزات هذو. وكرة قدم لكن لعبوها والناس تموت، أنا ليا جو بريفير تحبس وما نفقدوش الأرواح. عشتوا يعني القصة تاع المناصر هذا ربي يرحمه بعد يعني الإصابة تاعو، تبعته كيف كأسرة مولودية يعني تشكيلة ولاعبين، تبعته يعني لما كان في المستشفى، بعدها يعني الخبر تاع الوفاة تاعو عبد اللطيف نزل كالصاعقة على اللاعبين. بون احنا كنا على اتصال في الأول، شغل كنا على بالنا الحالة تاعو، سمعنا بلي فطن كما قال الناس سمعت في ريزو سوسيو، ومن بعد بين نهار وليلة ربي دا أمانته. ان شاء الله ربي يرحمه ويصبر والديه اللي نعظموا لهم الاجر من هذه المناسبه، ان شاء الله تكون اخر مره اللي نفقدوا فيها شبان تاعنا في الملاعب. ان شاء الله انا لله انا اليه راجعون، ربي يرحمه ان شاء الله. عبد اللطيف، نبارك لكم التتويج بلقب البطوله. الله يبارك فيك. بعد 14 سنه كامله مولوديه الجزائر تمكنت من التتويج باللقب بعد موسم استثنائي. لقب جاء عن جدارة واستحقاق، الناس كاع على بالهم اللي نميريتيو، خدمنا وتعبنا عليها، الحمد لله ربي ما خيبناش وفرحنا الشعب تاعنا والبيبليك، ونشكر الإدارة واللاعبين وستاف كامل، ستاف تكنيك ميديكال لي غارد ماتريال كاع سهلونا، لقينا الظروف المناسبة اللي خلونا نقوموا بموسم استثنائي كما وصفت، وإن شاء الله مازال عندنا نهائي وتخلص بالدوبلي إن شاء الله. مازال نهائي كاس الجمهوريه، ولو انه التتويج بلقب البطوله في ملعب 5 جويليا والاحتفال مع الانصار عنده طعم خاص بالنسبه للاعب. هذه بالك كانوا سبقوا بزاف حراس في مولوديه الجزائر احسن مني ومستوى، وما كانش عندهم الحظ باش يفوزوا بمولوديه الجزائر معهم بلقب. الحمد لله ربي ما خيبناش، وتشوف الفرحه تاع الانصار وناس كبار وذراري، تحس بلي هذا ماشي غير مجرد نادي. الحمد لله ان شاء الله يولي ليكيب هذه تولي مكانتها الطبيعيه، وليها التتويج بالالقاب ان شاء الله، هذا يكون مفتاح لعوده النادي ان شاء الله. الصيف اللي فات عبد اللطيف يعني في مرحله التحضيرات، هل يعني حسيتوا بلي المولوديه راح دير حاجه هذا العام؟ هو في التحضيرات احنا التنمر هذاك هو اللي عطانا موتيفاسيون، الناس تنمر على التحضيرات، طريقه التحضيرات. كي كنتوا في فرنسا؟ كي كنا في فرنسا الناس برج الابطال، برج ابطال واحد، لا كولوني واحد، هذاك هو اللي عطانا الدافع. كنا على بالنا واش كان يستنى فينا المنعرجات، كنا كما يقول جمال بالعمري نهدي له التحيه، كل مباراه يقولنا المنعرج. احنا خدمنا وربي ما خيبناش، كنا نستناو احنا كي تشوف التعداد اللي عندك فيه لاعبين ذو خبره وامكانيات، تعرف بلي هاد ليكيب قادره دير حاجه، والحمد لله توفروا الشروط اللازم وما خيبناش ربي سبحانه. خاصة مع قلت لي درنا تحضيرات في المستوى، وزيد الإدارة قامت بتدعيمات في المستوى. الإدارة هذا الموسم كاع يتفقوا بلي بالك من أحسن الإدارات اللي جات على مولودية الجزائر في الفترات الأخيرة، كما تصيب الرئيس احنا شغل تقدر تحسوه خوك تحسوه باباك، احنا اللي جانا كإنسان الله يبارك عرف يريكريتي وعرف كيف يدير المجموعه، به بالطاقم تاعو بخزروني اللي كانوا معنا واقفين وعاونونا، نوجه لهم التحيه وان شاء الله ربي يوفقهم ان شاء الله ويزيد يعاونوا ليكيب هذه تولي. نعم، لما تشوف تدعيمات
يوسف الليلي، قاسم الخيل، جمال الدين بن عمري، كيف كيف زكريا نعيجي مهاجم في المستوى. والتدعيمات كانوا في المستوى، كي تشوف يوسف الليلي وكما قلت جمال بن عمري وزكريا نعيجي وعربي ثابتي مؤخرا عاونونا بزاف وسهلونا الطريق باش نلعبوا على الشامبيونه ولعبوا على الدوبلي. ومن ما يخفاك بلي مولودية ثاني ايكيب كبيره واي لاعب يحب يلعب فيها تحب ولا تكره مالغري المشاكل مالغري بصح كي تشوف بيبليك تجي تدخل كل ما تسنى عفسه جديده تسنى ما تقدرش جوبونس انا واحد عنده العقل امبوسيبل ريفوزي يلعب في مولودية الجزائر سورتو في الموسم هذا. بعد النتائج بدات نتائج جات على الانتصارات بدات تتوالى احنا النتائج جاتنا وديمارات المشينا احنا النتائج جاتنا بارابول واش خدمنا واش تعبنا الحمد لله كان عندنا جروب صح كما يقول لك روح المجموعه صح تحسنا خاوه من الماتش تاع قسنطينه كي خسرنا الماتش دوزيام شامبيونات تفيق بلي هذه ايكيب زعما ماهيش حتكسر بخساره ولا كي تربح لا ريوسي تجي معاكم بعد تكون النية في ليكيب لا ريوسي تجي معاك. كاين لاعب واحد اخر يعني تألق مع الفريق اللي هو زوكرانا. زوكرانا زوكرانا قليل الظهور في وسائل الاعلام عبد اللطيف واش تقدر تقولنا على هذا اللاعب؟ انا بالنسبه لي هشام ماشي هشام انا بالنسبه لي زوكرانا اكتشاف الموسم ماشي غير في مولوديه الجزائر في بالك حتى في الدوريات العربيه بالك ما كانش اللي كان يستنى المردود اللي قام به. زوكرانا هو هشام انسان هشام وانسان غير تاع الضحك يحب يضحك يحب لومبيونس في الجروب في الاول جات له صعيبه ومن بعد سهلت له دخل في المجموعه كي جا يوسف داو معاه سورتو مؤخرا كي وصل روماريك وطارا شغل دي بين ثلاثه ايفواريين جوبونس كو سهلت لهم في التاقلم مام المجموعه تاعنا كاين كاين لاعبين معنا يجيدوا اللغه الفرنسيه سهلوا لهم دخلوا معنا في الجروب وكان هذا السبب من اسباب تتالق تاع زوكرانا. شكون الانترميديار بيناتكم وبين اللي يهضروا بالفرنسيه طاو وزوكرانا شكون من اللاعبين اللي يحكي معهم مليح فرنسي؟ كاين ايوب عبد اللاوي كاين دليل خوجة نعم كاين اللي وكاين مدرب الحراس هو اللي فؤاد شريط واللاعب اللي سلكها بالضحك فرنسي كاسي كاين جمال كاين حليميه جمال الدين بن عمري تجربه وخبره صمام دفاع الامان عكس يعني ما يقال على جمال انه سيفار وتاع طريقه تعامل مع تاعو مع اللاعبين كلها اشاعات لا اساس لها من الصحه. شو جمال كيما تعرفوش يبان لك سيفار يبان لك جمال هو اكثر لاعب تليقون بلومبيونس في ليكيب يقدر من نفسه صغيره يكري سوجي تضحك فيه ومنه جمال شوف الماتش يسهلوا لك تكون تلعب مع ديفونسور ولا غارديان بيت تكون معه ماتش سهل باسكو ما عندوش زعما بريسيون ولا يسهلك عفسه صغيره يدخلك بها في الماتش نوجدوا له تحيه اللي ما معاوني في الماتش تاعي الوالو كان هو وايوب عبد اللاوي وجميع المدافعين عاونوني سهلوا لي الخدمه تاعي بالك ما تعرفوش كان تقصر مع جمال تفهم جمال كيف داير جمال غير تاع الضحك ما عندوش سيريو في حياته. ويوسف عبد اللطيف انتقادات كثيره تعرض لها هذا الموسم بسبب يعني الطريقه تاعو مع الحكام ويعني وكل الاشاعات اللي راهي تدور حول يوسف يحاولوا يعني يضغطوا عليه فوق اللازم. يوسف بالليلي كلاعب ما كانش اللي يختلف بلي المستوى تاعو خارق ماشي تاع بطوله لا افريقيه ولا بطوله تاعنا باش نكونوا صريحين. يوسف لو كان اي انسان عنده الضغط اللي يعيشه يوسف بالليلي انا واحد من الناس وكان نعيش الضغط تاعو يوميا نقدر نحبس فوتبول بالساهل باسكو الناس قاعد تكريتيكي فيك هذا لاعب هذا جاب لك كوب دافريك جاب لك كوب دارب فهمت انا شغل الناس تسنى فيه غير يغلط مالغري زعما الرياكسيون تاعو ما رده الفعل تاعو مي كاين دي بروفوكاسيون انت كي توصل لاعب سيد هذا شرف البلاد وشرف صح هذه صح موهبه تاع ابن الشعب طلع من الشعب شرف البلاد تروح نروحوا لواحد الملاعب يتلا بالك قبل ما يبداو لي شوف مو يبداو الشتم السب فيه والسيد هو خرجك تفرح وجاب لك زوج القاب انا لو كان جيت بلاصتو بالك الانتقادات ما اي لاعب ما يقدرش يوسف العفسه المليحه فيه
في راسه سوليد، ما يتاثرش بمحيط الخارجي، ما يتاثرش يوسف بالهضره تاع الناس، ما يتاثر. ويوسف انسان بالك ما يعرفوش، يوسف انسان قلبه بيض، الناس بالك تشوفه يوسف انسان قلبه بيض، وما كانش واحد يسحقه وما يعاونوش، لانه الناس بزاف يعني تحكم على المظاهر. تشوف يوسف بالليلي انتقد التحكيم، ما تشوفش واش كاين خلف هذاك الانتقاد، واش راهو يعيش هذا اللاعب يوميا من ضغط جماهيري. هذا هو المشكل. احنا في الجزائر كومبلي، ماشي غير في كره القدم، الناس تحاسب على رده الفعل وما تحاسبكش، ما يحاسبش روحو على الفعل تاعو. هذا كل واحد خلقه ربي عنده طيبه، عنده كل واحد كيفاش يرياجي، كل واحد كيفاش لونتوراج اللي تربى فيه، كاين بزاف صوالح يخلو. يوسف يتعرض لانتقاد قبل المباراه، بعد المباراه، ليله المباراه، يماركي ثلاثه يهضروا عليه، مي ماركيش يهضروا عليه، مد اسيست يهضروا عليه، لوجيكمون تكون عنده رياكسيون. نعاودو نوليو دائما لمباريات البطوله. عبد اللطيف، يقال انه مباراه شلف هي لو تورنو تاع الشامبيون، كنتو خاسرين عاودتو وليتو، واش صرا اكزاكتومون في هذاك الماتش؟ بالنسبه لي انا هذاك هو افضل مباراه في الشامبيون تاع الجزائر. جو بونس جامي صرات ايكيب خاسره 3-1 في ستادها. ديكليك اللي صرا في هذاك المباراه هو كي خلاص لا ميطون، الشعب صفق علينا وانكوروجانا، وكان معنا شغل، كان واقف مورانا، وخلاص لا ميطون يشجعوا فينا كوم سي حنا رابحين. دخلنا الفيستيار تفاهمنا بلي هاد مالغري كو ما لعبتش هذيك المباراه، تفاهمنا بلي هاد ليكيب امبوسيبل يروحوا زعفاني. الحمد لله ما خيبوا الزملاء تاعي وسجلوا خمسه بالك في نص ساعه ولا. وحتى المدرب تاعكم يعني كان زعفان ما بين الشوطين، ما هدرش، قالنا هو ماشي كان زعفان ولا. انا نظن ردة الفعل تاعو اي واحد يكون في بلاصتو رياجي هكاك، باسكو انت في ستادك خاسر 3-1، هو ما رياجاش. قالنا ماشي هادي هي ليكيب تاعي، ما عرفتهاش. قالنا دوزيام ميطون سحق ايكيب واحده اخرى، وكيما كان الحال. وحتى يوسف الليلي نزل الى غرف حفظ الملابس وقال لكم نعاود نوليو. يوسف كان في المدرجات نزل، قالنا هادو نربحوهم، قالنا نعاود نوليو ونربحوهم. قالنا ماركونا ثلاثه في 45 مينيت، نقدروا نماركو لهم خمسه في 45 مينيت، كيما كان الحال. وحتى في العقوبه تاعو ما دخلكمش الشك. لا الحمد لله، شغل عندنا ايكيب كومبلي، عندنا ايكيب كومبلي. مام يوسف كي كان غايب في المنتخب وفي العقوبه ما لقيناش صعوبات. صح هو كقيمه ثابته في معنا في الفريق، ولكن كاين اللي يكملوا الدور تاعهم. عبد اللطيف، حكينا على لاعبين، حكينا على الدور تاع الاداره، الان نحكيو على المناصرين، لانه لاعبين سابقين اتفقوا على انه انصار مولوديه الجزائر هذا العام حوالي 60 ولا 70% هما اللي جابوا اللقب. انا نوافق هذه بلي عندهم بورسونتاج كبير، باسكو مولوديه كي كانت العوام اللي جازوا اذا توافقني كانت لا فاصالي دائما فلالي، دائما كانوا الوالا يلعبوا على الشامبيونه، من بعد الروتور يبداو الشائعات، يبداو اعداء النادي، خرج اشاعه منا اشاعه منا، من بعد يتنقلوها في الصفحات وفي الصحف، حيكسروا الجروب. وهذا العام الشعب كان فايق، جا كي تشوف البيان اللي داروه بيان الجمهور الالترا تاع مولوديه كي اتحدوا، البيان اللي داروه في الديبي سيزون تاع ضد انت التغيير الاداري والطاقم، ثم تفهم بزاف صوالح بلي فاق وبلي الاستقرار هو العامل الاول لنجاح اي اداره ولا اي نادي. سيفري صح، فكرتني بانه خرجت اشاعات على تغيير الرئيس، تغيير المدرب. يومين يعني شفتوا انتم بلي هذا محاوله ضرب استقرار الفريق. يومين قبل لا بريباراسيون ما تقدرش تعرف انت مع منك راح تعامل، اسكو ستاجي تاني ولا اسكو بريزيدون ليبيريك يخليك. شغل لعبوا الكارطه تاعهم تاع يضربوا الاستقرار، وشحال من خطره، والحمد لله الشعب كان واعي والاداره كانت واعيه. ثم من الاداره اتصلت باللاعبين، لا ما كاش منها، وطمئنتهم، كاين الناس تحب تروح، الناس بالك ما يساعدهاش الرئيس اللي وجاي. الاداره عرفت كيفاش تجي لا سيتياسيون كيما الشعب عرف يجيريها. رفضها مام لو كان، انا جاب لي ربي لو كان، كانوا صح ناويين يديروا التغيير، يشوفوا رده الفعل تاع الشعب حينسحبهم. والحمد لله جاز سلامات، المولوديه توجت باللقب، والامر ما حش يتوقف هنا. العام الجاي ان شاء الله تلعبوا تشامبيونز ليغ افريكان. الحمد لله، الحمد لله
خرجنا بالله قبلي كان هو الهدف الاول قبل ما راحوا تشامبيونز ليغ افريكان. مازلنا عندنا فينال كوب داجيري يعني جايك لافينال لافينال تاع كوب داجيري. نعم. كاين دوا فينال كوب داجيري من بعد ان شاء الله نروحوا لافريقيا. افريقيا على بالك باللي مولوديه استاد جديد ان شاء الله علي عمار الشهيد رحمه الله عليه الله يرحمه سونتر دي فورماسيون في زيرالدا ليكيب كبرت طموحات النادي كبرت والانصار دوكا بداو يولفوا الالقاب ومتعطشين اكثر نحققهم دوك. انا كلاعب كي تدي لقب تطمع تدي لقب العام اللي موراه شغل لازم الانسان بحد ذاته هو طماع قد ما يكون عندك لقب تحب تزيد لقب زياده مهما الشعب جاب لي ربي انا على بالهم بلي هاد ليكيب قادره تدير حاجه في افريقيا ان شاء الله ان شاء الله ما نخيبوهمش ونمثلوا البلاد قبل ما نمثلوا مولوديا باحسن احسن باركور. لو كان نروحوا لفينال كوب داجيري راح تلعبوا مع فريق شباب بالوسداد بطل الموسم يعني في السنوات الاخيره اربعه مواسم متتاليه فريق كبير يلعب كل عام تشامبيونز ليغ فريق محترم النهائي راح يكون ان شاء الله في المستوى ان شاء الله. بون شباب الوزداد نادي كما قلت دا اربع القاب كونسيكوتيف انا جوبونس حتكون مقابله جميله ان شاء الله تسود فيها روح رياضيه ان شاء الله نربحوها لانه الشباب بعد تضييع اللقب وكذلك رابطة أبطال إفريقيا الآن راهو يستهدف كأس الجمهورية يعني التنافس راح يكون شديد في أرضية الميدان وعندهم 11 لاعب حنا عندنا 11 لاعب التنافس راح يكون أمام أي نادي يقدر يكون فينال يطمع يدي تيتر ما كانش اللي ما يحبش يزيد تيتر في خزينة النادي ولا في خزينة تاعو كلاعب إن شاء الله حنا نكونوا واجدين وإن شاء الله ما نخيبوش الأنصار تاعنا لأنه لاعبين حكينا من قبل على تشكيلة مدير الجزائر تشكيلة في القمة ما شاء الله وكذلك في الجهه المقابله راح تلعبوا مع لاعبين في المستوى بلا ما نذكرهم كامل رؤوف بن غيث سالمي في وسط الميدان في الهجوم هجوم ناري بون هما عند كيما قلت لك من قبل عندهم 11 لاعب حنا عندنا 11 لاعب نظن اللي يكون واجد ذهنيا اكثر ما بيان كونسونتري بيان كونسونتري هو اللي حيربح لا فينال والكاس ما تخفالكش فيها شويه حظ نهار اللي تعاكسك تعاكسك ان شاء الله ربي ما يخيبناش ان شاء الله اصحابي نكونوا في المستوى ان شاء الله كما قلتوا ما عندهم لاعبين ما احنا عندنا لاعبين عندنا بن خماسه انت حضرت لي على الوسط عندنا ثابتي عندنا بزاف لاعب عندنا توكي عندنا كما هما عندهم لاعبين ممتازين احنا عندنا لاعبين ممتازين وبالك افضل لاعبين في البطوله الوطنيه ويبقى الاهم عبد اللطيف الروح الرياضيه في النهائي في المدرجات بين الانصار وفي ارضيه الميدان لازم تكون حاضر ظن اكتشفت مؤخرا انه توفى مناصر تاع رجي مستغانم طاح من تريبان مناصر المولودية ربي يرحمه ياسين مناصر اتحاد العاصمة يرقد في المستشفى كفانا عنف وكفانا هاد الاعمال بون ان شاء الله مور وسرا هذا تكون عبرة شو اي واحد مشي على جال كرة قدم تبكي الامهات وتبكي العائلة تبكي اصحاب ان شاء الله تجوز المقابله في روح رياضيه كبيره ان شاء الله الانصار تاعنا يتوعاو كي تاعنا كي تاع شباب بلوزداد ولهذه مجرد 90 دقيقه فيها رابح فيها خاسر ما تقدرش تكمل المباراه بلا فائز بلا خاسر ان شاء الله اللي يخسر يتقبلها وان شاء الله اللي يربح يفرح بها ان شاء الله تجوز مقابله في اطار اخوي وان شاء الله هذه اخر مره يموتوا فيها الانصار ان شاء الله إلى جانب اللقب الفرحة ثاني بالنسبة لأسرة المولودية تمثلت في إسلام المدرب أمير بومر الحمد لله بالك الناس تشوفوا أنا واحد من الناس نشوفوا خير من التيتر اللي داوه إنسان ربي يهديه من طريق الضلالة إلى النور نظن أن هذه أفضل حاجة خير من اللقب خير من لاكوب خير من تشامبيونز ليغ خير من كلش إنسان تشوفه رايح للتهلكة ومن بعد ربي سبحانه يهديه الحمد لله بالك أفضل لقب ونقول له مرحبا بك معنا في المسلمين وراح يكون صام معنا ديجا هو مام بريباراتور فيزيك بالك ما ان شاء الله ربي يهديه يدخل معنا صاموا معنا رمضان كومبلي في رمضان صاموا معنا صاموه معنا بالك الناس يقول لك شتو فتح قرعه ما فتح في خنشله ولا ما جابتش لاكسيون مورا تاع كاميرا كيعاود رش نعم كنت حكينا على اسلام امير بومي
قال لك عنده بزاف من اللي اسلم، فقط الاعلان برك اللي تاخر. صح هو كان ما حبيتو ديروا له امبريسيون باش يعلن الاسلام. هو كان قال لنا من قبل ديجا بلي راه واحد من المسلمين دخل معنا، ومن بعد ما ديكلاراش كان يستنى لو بون مومون تاعو، وحنا بدينا نديروا له فلابريسيون كيما الحاج مرزوقي وشغل داروا له لابريسيون باش يظهر. الحمد لله ويصلي معكم جماعه عادي. يصلي مام يصلي وحده يصلي هو من الاول شغل كان بينه وبينه. بعد هذا الموسم الحمد لله ربي هداه. الحمد لله. الان في الجزء الثاني عبد اللطيف من الحوار قبل ما نخطبوا نحكيوا معك على لو باركور تاعك ان شاء الله اللي راح يكون مسيره في القمه، وعلاش لا نشوفوك في المنتخب الوطني الاول. انت قلت لك قليل ظهور في وسائل الاعلام، الجمهور الكروي جمهور المولوديه يحب يعرف عبد اللطيف رمضان. انت لهنا ابن مدينه تي بازا اكزاكتوم حجو ناظور. ناظور لعبت في اتحاد حجو. لعبت في اتحاد حجو. يعني البدايه تاعك كانت في الناظور، ومن بعد لعبت في اتحاد حجو اللي نترحموا على المدرب انا ذاك الشيخ محمد اوصال اللي عاوني بزاف بزاف. كنت شحال مختار نحب كان هو في اتصال دائم معايا ومع الوالد تاعي، يقول له لا خليه ويكمل. وبعدها شاركت في دورات مع جمعيه ابن خلدون تاع عفرون اللي نتحيو نادو تحيه الرئيس تاعها الشيخ خير الدين الكحل. كيف هو عاوني، هو اللي بعثني درت ديسبيتمون في لياسمون. بالك ما الناس كاين بزاف ما على بلاش بلي لعبت في اتحاد العاصمه قبل مولوديه الجزائر، ومنها رحت مولوديه الجزائر. لي ديبي تاعك عبد الله غارديان دو بيت ولا كنت تلعب جوار دو شون؟ غارديان دو بيت. ملي بديت غاردين. وعلاش حبيت تحبس؟ الدار حبوك تقرا. شو الدار يحبوك تقرا وتشوف بلي شغل تحب ولا تكره. هنا الامكانيات في كره قدم في ولايه تيبازا كامله تقدر تقول منعدمه، ما كاش ايكيب. اللي كانت نجم القليعه واتحاد حجوط برك في الولايه كامله كانوا الناس فيها بزاف فيها مشاكل. و لا بروفا اتحاد حجوط البارح زادوا سقطوا اللي هو الشرفي ولا ايكيب كبيره الناس تعرفها، الناس لعبه بريمير ديفيزيون كانت غروند ايكيب. في 2014 2015 كانوا دومي فينال كوب دالجيري، دوكا طاحت. تفهم بلي صعيبه كره قدم في ولايه تيباز. يعني فهمت من التصريح تاعك انه البدايه تاعك كانت صعيبه بزاف بارابور ديبلاسمون ستار بارابور لا بارابور امكانيات. بداية دائما تكون صعيبه كأي واحد وليت شعب هكا نورمال تبدا تكون بدايه صعيبه. نروح لي انا شغل ساعدتني شويه ماني ساكنه في حجوط تما ممكن نحصل من بيت تما. ومن بعد كي تبدا تكبر رحت اتحاد العاصمه تروح تعاود تولي لتيبازا عام كومبلي تنطريني على الخمسه ما حتى في شبيبه القبائل مور ما جيت لمولوديه الجزائر. شبيبه القبائل كاين ايامات كنت نروح لتيزي وزو تيبازا وندرب نروح ونولي قريب 200 كيلو فايت صح. تيزي وزو الناظور ماشي تيبازا ميم با بالك. اي واحد اخر يكون في بلاصتي يقدر يحبس. معليش دوكا اتحاد العاصمه بعد اتحاد حجوت قلت لي روح دير ديسبيت اتحاد العاصمه. شدوني انا. داك شكون كان شكون دار لكم ديسبيت؟ ديسبيتمون كان فيه الشيخ محمد ميخازني الشيخ حويدش تنظيم تاع لي غارديو الشيخ اسماعيل حامد كيف تنظيم تاع لي غارديو الشيخ سفيان بن خليفه. قبلوك مر عام الاول ما قبلونيش، عام الدوزيام قبلون. يعني تما عاود توليت قالوا لك عاود توليت عاود توليت الصيف اللي موراه عاود توليت حكموني ديريكت باسكو كانت كاينه 2000 2001 بريفيرو 2000 هما. ومن بعد العام اللي موراه كنا 2001 2002 خيرو 2001. وكي شدوك الفرحه كبيره اتحاد العاصمه ماشي اتحاد العاصمه نادي كبير كيما اي نادي. صح هو الغريم التقليدي تاع مولوديه الجزائر. لا مو بوغ ان جون جاي يدير ديسبيت مو في اتحاد العاصمه جاي من بلديه الناظور. اتحاد العاصمه حاجه كبيره بزاف. الحمد لله قبلوني. قعدت في لو سمو عامين مع لي جونيور مع او 16 او 17 ومن بعد طلعوني معاهم شويه سينيور. تما لعبت مع لونسيان جينيراسيون؟ لا وصلت شويه على يطو وصلت لا, لا 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 وصلت على زواري اباره لافي وصلت على 2018 وصلت عليهم هذو زي ما موش لينا ديرو تحيه. اصلا كان قريب ليا قريب اللي جانا شحال من خطره يقدم لك نصائح يعاونك لين نوجه له تحيه من هذا المنبر.
بعد اتحاد العاصمه الوجهه كانت فريق مولودية الجزائر. كيفاش احترفت المولوديه؟ في نهايه العقد تاعي ما دفعوليش كونطرا في اتحاد العاصمه. شكون صريح. ومن بعد العام الدوزيام في اتحاد العاصمه شغل ما كنت نلعب بانتظام، نلعب ما نلعبش، ومن بعد ماشي كونفوكي، ومن بعد كل مره كيفاه. كان عندي اتصال في مولوديه الجزائر، ما رفضت الاتصال. في الصيف رحت جوز بالك 3 مو معاهم ولا 4 مو، وطلعت مع الاكابر تاع مولوديه الجزائر. في مولوديه الجزائر انا داك الشيء كان حارس مرمى، كان فريد شعال نوجه له تحيه، نعم. عثمان طوال وحمد بوطاقه، طلعني المدرب الحراس اللي راه معنا في الوقت الحالي دوك شريط فؤاد. أه. كان في عمري 17 سنه طلعني هو معاهم. ما نلتش الفرصه تاعك فانا داك في المولوديه في ظل المنافسه. ما نلتش الفرصه، تكونفوكيت معاهم دو ماتش، مي جات الكورونا في هذاك لو مومون حبست الشامبيون، بالك ربي شاف فيها خير. لذلك قررت تتوجه الى فريق شبيبه القبائل. شبيبه القبائل. نعم، كو دي كرون كلوب الله يبارك، لوسمو المولوديه جياز. الحمد لله، ربي يسهل لي. بون توجهت شبيبه القبائل اللي قضيت فيها موسمين، بالك عام الاول كان ما تسناهاش تكون جان 19 سنه في شبيبه القبائل. نعم. توصل نهائي كاس الكاف، تلعب مع لاعبين قيمه ثابته كيما بن شريفه، بن شعيره، بونوة، شغل سهلوها لي التاقلم دراجي، نوجه له تحيه تونس. انا ذاك كان الحارس بنبوط. بنبوط اسامه. نعم. ثاني نوجه له تحيه اسامه. كان سهلوا لي التاقلم، تاقلمت. شوف الاول ما نكذبش عليك، كنت حاب نعاود نولي مولوديه الجزائر، درت معاهم 16 الاول، كي عاودت وليت شغل جات لي صعيبه، تبدل صغير، تبدل من العاصمه ولا من تيبازا تروح لتيزي وزو، شغل جات لي شويه صعيبه. ومن بعد سهلوها لي لاعبين كبار هذوك، دخلوني معاهم في الجروب، ولا ينزلوا لي يجوا يهضروا معايا، ما تقلقش كنا هكا كنا هكا، حتى تقبلتها الحمد لله. ما ندمتش كي رحت شبيبه القبائل. يعني انت كنت حاب تلعب، هذا هو المشكل تاعك في شباب. المشكل تاعي كنت حاب نلعب في شبيبه القبائل. العام الاول خذيت الفرصه بالك في لي ماتش توالا، كنا دينا كاس الرابطه، كنت لعبت قبلها، ومن بعد دينا كاس الرابطه، ومن بعد خسرنا النهائي مع الرجاء، ومن بعد كملت شامبيون. كملت شامبيون. العام الموسم الثاني تبدلت الاداره، صراو فيها عده مشاكل. الموسم الثاني بالك لو كان اي انسان ما يقدرش يريح كيما حكيت لك، نروح من تيزي وزو لتيبازا الي روتور، اذا ما كانوش كراو لي، ما حتى سكرتير تاع ليكيب عطاني المنزل الخاص تاعو، نوجه له تحيه انيس، خلى لي المنزل تاعو وليت نبات فيه كيما يكون شوال باش ينقص عليه. يعني لو تراجي تاع تيبازا تيزي وزو تيبازا تيزي وزو. علاش ما استقريتش يعني؟ بون شو اولتها ما كناش خالصين، جان ما عندكش يعني باش تكري، يعني ما كانش عندك لي مويان باش ما عندكش باش تكري دار، ما عندكش، ما كنتش خالص. اه 14 موا ماشي خالص، ترى عنده يقول لك لا غدوة نكري لك، اليوم نكري لك، هاد السمانة نفريها لك، وغير الوعود. الحمد لله شغل كان عباد عاونوني بزاف تيزي وزو، نوجه لهم تحية، سورتو أنصار تاعهم، تلاقاو معاك برا على بالهم شغل واش صاري في النادي، يعاونوك مام كيما يعاونك شاكا، يعاونك مورالمون، لا وجايه والناس هذوك تعبت، شي وشي تعب اكثر منك، فلان تعب اكثر منك، شغل موتيفاسيون لي. نوجه لهم تحيه سورتو ناس تيزي وزو. بيان سور شباب الفريق الاكثر تتويجا بالالقاب في الجزائر، ساميريت واحد يساكريفي في هذا الفريق. وي شباب القبائل النادي كبير بزاف، ماشي غير كبير، والناس الناس تما شغل يعطوك يحسوك بلي هذا نادي ماشي مجرد نادي فقط، بلي عفسة تهوية تاعك تمثل منطقة كاملة. الحمد لله ساكريفيت وما ندمتش، ولو كانت عاود تعطيني نعاود نساكريفي لتما. يعني صح، تجربة مفيدة لعبد، تجربة مفيدة وأكثر من تجربة تعرف الناس عباد رجال في الدنيا، بالك ماشي غير كرة قدم، تقدر تعرف ناس رجال مام خاطي كرة قدم، تلقى ناس اللي فوق الحالي صعيب باش تصيبهم. بعد شبيبة وليت المولودية الجزائر، ما خفتش يعني تعاود تولي لا كونكورونس، بالك ما تلعبش، بالك يعني تعيش واش عشت قبل ما تروح لشبيبة؟ سرحت بالك يومين قبل نهاية الميركاتو،
باسكو دفعت لجنه المنازعات. نعم. ما حبوش يعطوني كوارض. ايا كي تسرحت لجنه المنازعات كانوا عندي عده اتصالات، خيرت الدار اللي تعرفها، وليد النادي نعرف، لعبت عندهم شغل نعرف العقليه تاع مولوديا، نعرف بالك عباد اللي مازالهم في المحيط شغل. تعلقت بزاف بالفريق؟ تعلقت بالفريق، بالك بريزيدون كي تهضر معاه ومدير دي تي اس كي تهضر معاهم شغل تحس بلي كاين بروجي سبورتيف. حاج رجم كي يهضر معاك ولا تحس بلي هذا انسان وحاب يخدم وعنده بيت مام المدى القريب والمدى البعيد. نعم. يعني كان لك حافز باش تعاود تولي لمولوديه الجزائر، ولو انه المنافسه بقات على حالها، يعني لي تيم بار اكزومبل هاد لا سيزون هو اللي بدا الشامبيون. مام العام اللي قبله كان فريد، العام اللي قبل هذا كان فريد شعال ومن اسامه لي تيم. المنافسه ما تخوفش كي تكون مع عباد شغل لاعبين كرة قدم وشغل شبعان كي أسامة كي فريد، ممشي يتعاملك على أساس خوك صغير، يعطيك نصائح، ما يديرلكش مشاكل، ما يعرقلكش مام في المجموعة، يدخلك مع المجموعة شغل يعطيك قيمة في ليكيب. هو سوا مدرب الحرة شغل يعرفوا يوجهوك كيفاش تتعامل مع الناس، هذا كيفاش تتعامل معاه مازالك صغير منه. نوجه لهم تحية، عاونوني بزاف. والمنافسة جامي كانت عائق، زعما كي تكون تاكل على روحك. بصح انت جان عبد اللطيف صبرت بزاف وحاب تبان، كاين لي تيم بعد ما راح شعال سمعنا بلي الاداره راح تتعاقد مع حارس كبير، وانا ذاك داروا يعني اسماء بعض الحراس، انت ما تقلقتش؟ ما عنديش انا واش نتقلق، انا ما قلت دوك نولي تروازيام غارديا ومن. شوف كلاعب تتقلق باسكو شغل كل مرحله تجاوز فيها انت توصل باش تلعب، ومن بعد يجيك عارقه لا يجي واحد اخر يلعب. مي كي تكون ثايق في روحك وفي الامكانيات تاعك، صح هذا زعما يجيب لك اي حارس كان مرحله تاع وقت كي تكون ثايق في روحك، بالك يلعب هو الاول ومن بعد يونشيني تجيك الفرصه، المهم كي تجيك الفرصه تكون واجد ليها. معليش ها قلت لي اسامه لي تيم يعاملني على نحيوه بالمناسبه. ايوه اسامه عاوني بزاف هاد لا سيزون. نعم هاد لا سيزون بعد ما يعني ارتكب بعض الاخطاء ومر كل حارس يمر بمرحله فارغ. اي لاعب ماشي حارس، حتى مدرب وجوز مرحله فارغ. نعم بصح في الميركاتو الشتوي دار اسم مصطفى زغبه، قال لك سي اوفيسيال راه جاي المولوديه. هي ما تقلقتش انت توجور عاد كال؟ تقلقت انا باسكو ما عنديش على واش نتقلق، انا لعبت مباريات قبل نهايه مرحله الذهب واديت لي عليا دونك. لكن النادي يحوسوا على مصلحه النادي، الرئيس يحوس على مصلحه النادي، لو كان يصيب نيوير يجيب نيوير باش يعاونو يربح. انا ما يهمنيش الكوتي هذاك، انا الكوتي تاعي يهمني لازم نكون جزء من هذا الجروب ونعاون هذا ليكيب باش يوصلوا. سواء لعبت اللهم بارك، ما لعبتش نحترم قرار المدرب ونعاون ليكيب باش يفيد. بالك ما نقدرش نعاونك ما نلعبش، بصح نعاون المجموعه تاعي، نكون معاهم بوزيتيف، صاحبي اللي لعبت موتيفيه تخدم، بالك ترفد على مصطفى زغبه الخبره تاعو ما تعرفش، ربي سبحانه على باله. وكما يقول المثل صبر رينال، الفرصه جات، عبد اللطيف سمر بلاصتو ما شاء الله. والحمد لله. فرحان بالروندمون تاعك في لافين سيزون؟ فرحان، الحمد لله فرحان بالروندمون تاعي. بالك انا ما منحش بواش درت، بصح كي تشوف الناس تهضر عليك ولا ثم تحس بلي ما درتش عفسه سهله، باسكو جازو بزاف دي غارديان ما يقدروش لابريسيون تاع مولوديا. تحب ولا تكره برومي ماتش تاعي مع المقراد داخل تشوف 60,000، ما تقدرش تيماجيني، وماشي 60,000 زعما متفرجين، مناصرين، الناس تغني ما تحبش لي تيفو. بالك اي واحد اخر خطا ممنوع، خطا ممنوع في مولوديه الجزائر، ماشي في مولوديه الجزائر، في اي نادي كبير كل خطا بحقه. شكون الجوار اللي جا عندك قال لك عبد اللطيف ما تقلقش، قال لك انا هنا موتيفاك؟ شوف جميع اللاعبين عاونوني، ما كانش زعما اللي كان ضد. قال لك كلمه اثرت فيك قعدت لك في بالك؟ شوف مدرب الحراس عطاني كلمه مثلا، قال لي ما مسي تغلط، انا ناسيمي، انا نتحمل المسؤوليه. واللاعبين كيما عبد اللاوي جمال ويوسف خماسه شغل، قال لي تعرف دير غارديان دير كيما تعرف، قال لي ميم لونطرينو راه دار ما هدرش دير كيما تعرف. اللي نوجه لهم التحيه وعاونوني بزاف، خط دفاع غزاله كي يلعبوا معايا شغل يعطوك الحريه باش تلعب شغل. ميم سي زعما مين داك تغلط تعفسه صغيره هكا يموتيفي وكما لي صاري فاكا، نوجه لهم التحيه.
درت دي ماتش في المستوى وكاين دي ماتش وين عشت ضغط رهيب. نعطيك بار اكزومبل الماتش تاع سي اس اي في لاكوب. شوف مداني فتح باب التسجيل بهذيك الطريقه، ما تقلقت ما زعفت ما شوف ما نكذبش عليك زعما ما تقلقتش طريقه لي ماركا ولا ما سكول غارديان ديور باش يماركي ولو تحب ولا تكره. مهما تكون زعما عندك ثقه في روحك ولا امكانيات تاعك كبيره ولا غرون غارديان دي غارديان فلو نيفو كي تشوف بوفون تشوف دي غارديان يديروا اخطاء ومن ذاك اخطاء بدائيه تما جزء من اللعبه. لو كان ما كانش اخطاء ما يتماركاوش لي بيت. بون الحمد لله انا ما تقلقتش غير بارابور السكور بارابور لو راف تدي دوبلي مع مولوديا بارابور البيبليك بالك الناس يتسنى فينا. الناس جات الوهران ماتش ويك لو الناس دارت لنا كورتاج كراكاج عند لوتيل شغل تبدا تخمم في الناس اللي حتخيب الظن تاعهم. هذا ماك كوتي تاع تقلقت في الماتش شغل المادام الاربيت ماشي فلاش انا ما نتقلقش. وما خفتش يروح الماتش لي بيناتي؟ بالعكس انا كنت حابه تحب يروحوا بينالتي؟ تحب يروح للبينالتي باسكو تلقيت بالك لي بيت لي ماركاو مني 3 بيت 3 بينالتي. لا هذا العام ماركاو لك ملي بينالتي 4 بيت 3 بيت بينالتي وواحد تاع مداني. تما شغل كنت حاب نعاود نفرض روحي بلي انا مش زعما ماشي بوان فابل تاعي وشغل صاري في دوكا البينالتي فوتبول مودرن الناس دوكا تقرا ماشي زعما شي شد كوتي روح فيه. كاين دي جوار على بالك وين يتيري وين ما يتيريش مين ذاك يبدل مين ذاك صاحبك يهضر قدامه يبدل يدي لانفورماسيون. انا ما كنتش مقلق والله كنت حابها في روحي انا كنت حابها نروح لبيناتي باش غول يكون عندي جزء كبير من التاهل تاع مولوديا للنهائي. نتمنوا لك مزيد من تالق عبد اللطيف ونختموا بالمنتخب الوطني اللي يبقى حلم كل لاعب وكل حارس. انت اللي مريت مؤخرا بالمنتخب الاولمبي ولو انك تعرضت لاصابه مع المنتخب الاولمبي تكسرت صباعي. نعم كان عندي دوبل فراكتي في صباعي مع المنتخب طروف مع فلسطين الماتش لا لا قبلها كان عندنا نورمالمون مع السودان ولا قبل لافي لافون في قبل ما نروحوا لعنابه في ملحق نيلسون مونديلا تبليسي تما ومن بعد مع المنتخب الفلسطيني ثاني تبليسي كل ما نروح المنتخب من تبليسي. ليكيب عبد اللطيف حلم اي واحد وحلم اي جزائري يمثل بلاده ويمثل منطقة تاعو يمثل العائلة تاعو يمثل صحابو. هذا شغل كي تنزاد الحلم تاعك تلعب في المنتخب ما تخيرني ايكيب ني تخيرش المنتخب انت ماذا بك بلادك تفرح كاع الناس مالغري كو بالك الناس تهضر بلي شغل منتخب لاعب محلي ما لاعب محلي. انا جاب لي ربي جميع لاعب محلي جاز على المنتخب بروف خاصة في الأونة الأخيرة. الأونة الأخيرة إسلام سليماني، جمال بالعمري، يوسف بالليلي، بغداد بونجاح. عطال قائمة طويلة، رامي بن سبعيني، بالك هادو كاع محليين كانوا نواة تاع المنتخب في كأس إفريقيا الأخيرة اللي توجنا، ماشي الأخيرة 2019 اللي توجنا بها، وحتى اللاعب المحلي كي راح شارك في كأس العرب توج بها. لا لأنه منذ يعني لو ديبار تاع بولحي لي كومام ضرب واحد 10 سنين في المنتخب الوطني حارس اول ما كاش نقاش الان حراسه المرمى ما كاش اللي يسمر بلاصتو يعني الفرصه متاحه للجميع. بون باش تهضر عن بولحي قيمه ثابته في المنتخب ممسي يلعب ما يلعبش توجور روندمون تاعو هو مالغري مون كومبيتيسيون بالك يكون بلا نادي يجي المنتخب تحسو حارس هو ما تاثر بحتى عفسه كيما كاين حراس يميريتي ويكونوا في المنتخب الوطني وبالك كاين اللي ما جاتلوش فرصه كاين اللي طاح في بيريود تاع مبولحي كان مليح ودوكا الوقت الحالي بالك تقول ما كاينش اللي فرض روحه مي ان شاء الله انا نتمنى تجيني لا شونس ولا تجي لاي واحد محلي تجي له لا شونس يا خويا ان شاء الله يسمروها كيما بنبوط ولا اي حارس يميريتي يكون نتمنى له يلعب ويحكمها في المنتخب الوطني وان شاء الله ونتسناو فرصه تاعنا. يعطيك الصحه عبد اللطيف بارك الله فيك شكرا على يعني اجابه على كل هذه هي الاسئله بصدر رحب نطق مثل في الختام تقول كلمه لجمهور المولوديه والجمهور الكروي بلا مزيه ان شاء الله كنا خفاف عليكم. جمهور المولوديه نطلب منهم حاجه وما لقري موعيين بها يكونوا ديرير ليكيب تاعهم باسكو كيما تصيب انصار تاعها يحبوها 100% كاين انصار يحبوها في غير كيكونوا هما فيها ماشي مولودية الجزائر كاين اعداء بالك 50% يحب مولودية اشخاص اشخاص
كاين 50% يحب مولودية الجزائر، 50% ماشي ما يحبش مولودية الجزائر، ما يحبهاش تكزيستي كاع، ما طيح ماذا به طيح فوق طيح، مالغري نادي كبير. نتمنى منهم يكملوا كيما هذا العام يعاونوا الانصار تاعهم بون كيما العوام اللي فاتوا، ولا هذا العام بالك هذا العام كانوا سوليدار، كان عندهم كونتاكت مع على بالهم واش يصرف النادي، ما خرجوش الاسرار، بالك كاين دي بروبليم صرا وما خرجتش كراس الانصار تاعنا. نوجه لهم تحيه ان شاء الله ونقول لهم ان شاء الله ما نخيبوكمش. الجمهور الكروي، الجمهور الكروي مش عنكم الجمهور الكروي قدموا لهم تحيه تحوهم ان شاء الله. يعطيك صحه عبد اللطيف، الله يحفظك. شكرا، يعطيك صحه.